السلام عليكم خوتي، شنو بغيتكم بخير؟ معكم اخوكم كما دائما من قناه بلون ديزاين. اخبرت عليهم خوتي اخر اخبار السكن الاجتماعي في ولايه وهران. خوتي اخبرت عليهم هذا ولا فيديو تاع اليوم هذا، ننصحكم انكم تتبعوا لا فيديو خوتي، ما غير على بالي بلي فيديو طويل بصح في فايده لكم، فلهذا خوتي تبعوا لا فيديو هذا حتى لافان باش تسمعوا الاستاذ مراد رحموني واش تكلم على السكن الاجتماعي في ولايه وهران، باش تعطونا كذلك الراي نتاعكم في التعليقات، الراي نتاعكم اسكو كي شفتوا الكلام نتاعو. فلهذا خوتي قبل ما نبداو في الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس خوتي باش يوصلكم كل جديد، وكذلك خوتي دعمونا باللايك، الدعم نتاعكم يهمني انا ويحفزني انا ويشجع القناه دائما باش تقدم لكم الجديد. فلهذا خوتي بلا ما نطول لكم الفيديو، يلا راه شوفوا استاذ مراد رحموني واش تكلم على السكن الاجتماعي في ولايه وهران. السيد رحموني مراد رئيس دائرة وهران، سيد رحموني أسألك، نحن نؤكد بأنها عملية هي الأكبر على الإطلاق بالولاية، لا بل حتى هي ربما هي الأولى من نوعها على مستوى عاصمة الغرب الجزائري وهران، تؤكد ذلك سيد رحموني؟ أكيد أكيد، تشهد وهران حاليا أكبر عملية تحرير، أكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال. هذه العملية استبشر بها سكان وهران وساكنة وهران، استبشروا بها خيرا، لأنها راح تمس وراح تقضي على عدة جيوب فوضوية، راح تمس السكنات الهشة للنسيج العمراني من مدينة وهران، أغلب سكنات تعود الحقبة الاستعمارية، إذا هي سكنات هشة أصبحت تشكل هاجسا وخطرا حقيقيا على سكنتها. كذلك راح تمس بعد أزيد من 30 سنة أو أزيد من 40 سنة من الانتظار، راح تمس السكن العمومي الإيجاري اللي ما توسعتش هذه الصيغة منذ أزيد 30 سنة على مستوى دائرة وهران. اليوم الحمد لله راح تشهد مدينة وهران توزيع هذه الصيغة، وراح تمس أكثر أزيد من 5500 عائلة فقط في صيغة السكن العمومي الإيجاري. طيب إذا أعتقد أنه ساكنة وهران كلها تنتظر هذه الصيغة منذ مدة، خاصة السكن العمومي الإيجاري والسكن الهش، لأنه لما نتكلم على السكن الهش مدينة وهران فيها 13 مندوبية حضرية، هذه المندوبيات البلدية فيها 9 مندوبيات كلها كل سكناتها ولا كل عماراتها أيلة الانهيار مصنفة في الخانة الحمراء. إذن اليوم الدولة الجزائرية والسيد رئيس الجمهورية كان من بين أولوياته هو قطاع السكن، كان أسدى تعليمات خلال لقاء أول حكومة مع الولات والموسع للسادة رؤساء الدوائر، وين كان أسدى تعليمات للتكفل بطلبات المواطنين، للتكفل بانشغالاتهم، لاستعادة الثقة مع المواطن، لأنه في بعض الأحيان كانت هذه الثقة مست شوية بين الثقة وبين الإدارة والمواطن. الحمد لله اليوم في وهران قدرنا إن شاء الله نجسد هذا الالتزام ونشهد هذه العملية، وأكيد أنه انطلقت اليوم وراح تستمر إن شاء الله إلى غاية تسليم سكنات لكافة المواطنين والمواطنين. نعم سيد رحموني، العملية تمت اليوم، عملية التوزيع تمت على مستوى قطبين حضريين هما مسرغين وواد تليلات، ما هي مميزات هذه الأقطاب الحضرية؟ أنا أقصد طبعا حظيرة سكنية، لو نربطها بالحظيرة السكنية وما تتوفر عليه حتى. أكيد هي أقطاب عمرانية، لما نتكلموا أولا عن القطب الحضري مسرقين هو يمس أو يدخل ضمن اختصاص ثلاث بلديات، هي بلديات وهران سينيا ومسرقين، أزيد من ألف وأزيد من 1200 هكتار نسق عمراني جديد. اليوم نشهد في مدينة وهران لأنه هذا القطب الحضري أو هذه المدينة الجديدة فيها الشوارع الرئيسية كبيرة، يعني مثل ما نشاهده في الدول الأوروبية أو في الدول الخارج، يعني عندنا شوارع رئيسية كبيرة، عندنا يعني العرض تاع الشارع الرئيسي يتجاوز 120 متر، نسق عمراني جديد، بناءات جديدة، كذلك فيه التجهيزات العمومية المرافقة والمرافق الضرورية للعيش الكريم. هذا لما نتكلم عن القطب الحضري مسرقين يشهد وعرف أنه كان فيه إنجاز للمرافق العمومية بالتماشي مع إنجاز السكنات، وكذلك لأنه لما يدخل المواطن يلقى كافة الظروف الضرورية اللي تضمن له العيش الكريم على هذا المستوى، هذا القطب الحضري. نفس الشيء بالنسبة للقطب الحضري والتليلات اللي راح يضم أزيد من 8000 سكن عمومي إيجاري. اليوم انطلق اليوم تم الشروع في تسليم المفاتيح للساكنة، اليوم يقدروا يدخلوا ويعيشوا، لأنه كل المدارس الثانويات المتوسطات المرافق العمومية كلها متوفرة، الملحقات البلدية كذلك،
نظن أنه بمثل هذه الظروف المواطن يحس أنه بدأ حياة جديدة. سيد رحموني، الثابت التزام السيد رئيس الجمهورية بالنهوض بقطاع السكن وإحداث هذه الحيوية الكبيرة طبعا في الحظيرة السكنية عبر مختلف الولايات، بما من بين هذه الولايات ولاية وهران التي قلنا بأنها تشكل قطبا حضاريا بامتياز. أسألك يعني ما حصة ولاية وهران في سكن من مختلف الصياغ؟ أكيد وهران استفادت من حصة كبيرة، من برنامج كبير فيه بعض السلم، فيه الشق الآخر قيد الإنجاز، ورغم الظروف المالية الصعبة اللي انجرت سواء على جائحة كورونا أو تراجع أسعار البترول، ولكن هذا لم يمنع الدولة عن الالتزام بالتعهدات والالتزامات تاعها. وهران فقط اليوم استلم، في لما نتكلم على دائرة وهران يعني كمثال، لأنها تضم أو تشكل 50% من الولاية، بلدية وهران لوحدها استفادت، راح توزع أزيد من 10,000 ساكن في بلدية واحدة. يعني هذا رقم كبير جدا بالنسبة لبلدية واحدة في الجزائر. هذا يعطي الانطباع أو يوصل الفكرة الحقيقية لمدى الجهود اللي بذلتها الدولة الجزائرية في سبيل تجسيد الالتزامات تاعها والوفاء بالالتزامات. نعم سيد رحموني، لما نتكلموا على هذه السياق. واصل سيد رحموني، إذا سمحت لما نتكلموا على هذه السياق أو بشيء من التفصيل، لما نتكلموا على صيغة العموم الإيجاري فيها أزيد من 5500 مستفيد، لما نتكلموا على السكن الفوضوي فيها 1935 سكن، لما نتكلموا على السكن الهش اللي قلت أنه هاجز لساكنة وهران، أزيد من 2500 عائلة راح تستفيد. كل هذه الأرقام هذه بالنسبة لبلدية واحدة، وعندك المثال، لأن هذا كان مثال يعني، ونقدر نعموه على باقي البلديات. نعم. كيف حافظتم على نفس الوتيرة سيد رحموني؟ أنا أقصد يعني هذه الظروف المحاطة بالعالم كل، هذه التداعيات الاقتصادية لكورونا، ولكن كيف حافظتم على وتيرة الإنجاز وحتى التسليم، يعني تسليم المفاتيح اليوم من خلال هذه العملية، عملية توزيع السكنات؟ أكيد كان في بتضافر الجهود، أولا بتضافر الجهود بالوقوف اليومي على متابعة هذه المشاريع، بالدعم اللي تلقيناه سواء من طرف وزارة الداخلية، وزارة السكن والعمران، الوزارة الأولى، يعني مصالح الدولة، لأنه كانت فيه دعم كبير. حتى الشيء الثاني، لما نتكلموا على عملية توزيع السكنات، فيه شق الإنجاز وفيه شق دراسة الملفات، لأنه جائحة كورونا كانت فيه منع اجتماعات، فيه عمقت التباعد مع المواطن حتى في تسليم الملفات، في إطار دراسة الطعون، فيه ناس توفات وهي تدرس في الملفات تاع الناس. ورغم هذا الشيء الناس رفعت التحدي باش وصلنا اليوم أننا نوفوا بالالتزامات، لأنه كان التزام تاع الدولة الجزائرية. اليوم الحمد لله وصلنا أننا بتضافر الجهود الكل بكافة المؤسسات، كذلك بصبر المواطنين، لأنه فيه ناس أودعت ملفاتها من أزيد من 40 سنة وكانوا ينتظروا، الحمد لله اليوم وصلنا وقدرنا نجسدوا. كذلك بالرقمنة، وصلنا لرقمنة الملفات في السكن العمومي الإيجاري. كل هذه الظروف وكل بهذه الوسائل قدرنا نتغلبوا على هذا ونرفع التحدي. نعم نرفع التحدي، وبالتالي تسليم هذه السكنات. أنت تحدثت يعني عن جائحة كورونا وما أثرت حتى على عملية تسليم الملفات، يعني بانتقال المواطنين طبعا إلى الإدارة، ويدخل ذلك في إطار عصرنة المرفق العام. سنعود للحديث ربما عن كيفية دراسة الملفات هذه وبالطريقة الرقمية، سواء حتى ما تعلق بإيداع الملفات. أستاذ صوفي، السيد رئيس الدائرة يتحدث عن هذا الحجم الكبير من الملفات، أسألك كيف تقدر حجم هذه السكنات الموزعة 28,000 اليوم وحدة سكنية في انتظار طبعا ما سيسلم عن قريب؟ وأيضا مهم أن نتحدث عن هذا الطابع الاجتماعي، هو تحدث عن السكن الاجتماعي وحصة وهران للسكن الاجتماعي وبعض البنايات الآيلة للسقوط أو المنهارة، الطابع الاجتماعي للدولة بمعنى؟ دعني أقول شيء مهم. أنا سبق لي وفي الأيام القليلة زرت مدينة وهران ووقفت في الطريق على الإنجازات التي تحدث عنها السيد رحموني، سواء كان في وتليلات أو الجزء الثاني. نحن لا نتحدث عن مجمعات سكنية فقط، بل نحن نتحدث عن مدن
مدن بأتم معنى الكلمة. وربما ولاية وهران هناك توفر الوعاء العقاري الصالح للسكن، لكن نموذج وهران هو النموذج يقتدى به. لماذا؟ لأنه هذه المدن الجديدة من شأنها أنها تتبع ديناميكية جديدة، حركية تنموية، ديناميكية تنموية اقتصادية تجارية سياحية إلى غير ذلك. وربما السيد رحموني شاطر رأيي في وهران الشرقية اللي هي امتداد لوهران العادية، شاهدنا كيف تحولت إلى قطب سياحي بامتياز تجاري واقتصادي إلى غير ذلك. يضاف إلى ذلك ربما هناك إمكانية استرجاع الوعاء العقاري الخاص بالسكنات الهشة أو التي انهارت أو التي عائلة الانهيار، بالإضافة إلى الوعاء الذي يمثل أيضا وعاء مهم جدا والذي فيه السكنات الغير غير شرعية، دوك البناءات الفوضوية. كل هذا يؤهل إلى إعطاء ديناميكية أكبر. لكن التحدي نفسه، نحن نتحدث عن مدن جديدة في ظروف استثنائية، كان يفترض أن هذه المشاريع تعطل بناء على الظروف الاقتصادية الصعبة نعم. لكن وضع برنامج أو برامج السكنات بكل صيغها في أولوية الأولويات، خاصة البعد الاجتماعي، وهذا يذكر أن ديباجة الدستور الجزائري تتحدث عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية لكن أيضا الاجتماعية، وهذا البعد الاجتماعي الذي جاء في التزامات سيد رئيس الجمهورية وهو يتجسد اليوم كنموذج في ولاية وهران، ويمكن أن نجده انظر هذا النموذج إلى الولايات الأخرى عبر كل الوطن، وهذا يعطيك صورة دقيقة على هذا التحدي الكبير الذي رفعته الدولة، خاصة أنها لم تعطي فقط كما سبق وذكرت السكنات، بل كل المرافق الأساسية الثقافية والاجتماعية والرياضية والدينية والصحية والتأمين من حيث المرافق الأمن، كلها تجعل من المواطن أنه يدخل هذه المناطق، وخاصة المساحات الخضراء أيضا يدخل هذه المناطق ولا يشعر بأنها مناطق قديمة، بل سيبعث حياة جديدة، وهذا شيء مهم جدا. شيء مهم كذلك الإشارة بأن حتى قطاع السكن اليوم يشكل أحد الأولويات الرئيسية للدولة، كيف ذلك؟ أو كيف تقرأ يعني هذا المنظور، منظور الأولوية الرئيسية للدولة؟ سبق وذكرت أنه لماذا هو يمثل أولوية؟ أولا من حيث التكفل بالمواطن، المواطن الذي هو بحاجة إلى سكن يعيش فيه وعائلته، ملائم يحفظ له كرامته ويصونها. لكن أيضا تحدي السكن قلنا هو يبعث ديناميكية اقتصادية وتجارية جديدة من شأنها أنها تطور القدرات التنموية المحلية، لكن أيضا يمكن أن المواطن ينخرط في الديناميكية المكملة لدور الدولة، وهو المجتمع المدني والجمعيات التي تجد الإطار الملاسم والملائم الذي يجعلها تكمل عمل الدولة. وشاهدنا أنه في الهبة الشعبية في هذه المرحلة والتكاتف ما بين الدولة والمواطن، خاصة في ظل الأضرار التي راحت من خلالها وضيعت الجزائر أكثر من 90,000 هكتار فلاحي وغابي، تأثير كبير جاء على كثير من المناطق الجزائر، أين وقفنا على هذا شيء مهم وجديد، أن الدولة الاستجابة كانت آنية بالنسبة للمتضررين وإنشاء نعم طبيعة الحال التكفل والوقوف على الأضرار، لكن بعث
ديناميكية جديدة في هذه المناطق حتى يتسنى من استرجاع الحياة العادية أو الثروة الغبية التي ضاعت في أقصر مدى ممكن. هذا يعني أن هناك متابعة هناك تصور، هناك استشراف، هناك استراتيجية، هناك خاصة النية الصادقة والإرادة التي ترافق المواطن في كل حاجيته ومساعدة الجبهة الداخلية أو النسق الداخلي، النسق هذا أنه يكون لاعب أساسي في العملية التشاركية التي سبق أن تحدثنا. النية الصادقة طبعا للاستجابة حتى لما يتطلع إليه المواطنون. أنت تتحدث عن أن المواطن اليوم يتطلع إلى هذا السكن اللائق والذي تحقق، لأنه كل هذه السكنات التي وزعت هي التي تستجيب لهذه المعايير والمقاييس الدولية. حتى أنت قدمت يعني هذه المعاينة الميدانية، أنت تتحدث عن أقطاب حضارية كبيرة بامتياز بولاية وهران. سيد رحموني أسألك، السيد شوفي استمعنا إليه قبل لحظات كان يتكلم عن الأوعية العقارية بمدينة وهران، أسألك عن الأوعية العقارية طبعا للسكنات كيف يتم اعتمادها، أنت ربما عندك اطلاع أكثر عن هذا النطاق. أكيد هو كان يتكلم على الأوعية العقارية اللي راح نسترجعوها بعد، أظن أنه كان يتكلم على الأوعية العقارية اللي راح يتم استرجاعها بعد عملية الترحيل، لأنه لما نرحلوا جيب فوضوي أو جيب فوضوي راح نسترجع أراضي كانت مستغلة من قبل هذه السكان. راحت لأنه مدينة وهران، لما نتكلم على مدينة وهران المدينة هي 74 كيلومتر مربع حضري، يعني ما فيش أوعية عقارية لاستقبال مشاريع. بعد هذه العملية راح يمكننا من استرجاع هذه الأوعية العقارية وراح تحل لنا عديد المشاكل. يعني بالإضافة إلى 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 التفريج عن هذه الساكنة وترحيلهم إلى سكنات جديدة وإخراجهم من المعيشة الضنكة اللي كانوا يعيشوا فيها، خاصة في لما نتكلموا عن الجيوب الفقيرة أو الجيوب الفوضوية أو الجيوب الهشة. يعني بالإضافة إلى عملية الترحيل راح نسترجع عقارات نستغلها في إنجاز تجهيزات عمومية وتخفيف الضغط على طلبات من هذا النوع. إذا تكلمنا على الجيوب العقارية اللي تم استعمالها في إنجاز هذه السكنات، هذه كان فيها عمل جبار اللي سواء على مستوى المحلي أو على مستوى المركزي، وين تم تضافر جهود، وين لما نتكلم على 1200 هكتار فقط بالنسبة للقطب الحضاري في مسركين، نفس حوالي 170 هكتار كذلك بالنسبة للقطب الحضاري في وتليلات. إذن هي مساحات كبيرة تمكنت السلطات المحلية بالتنسيق مع المصالح المركزية في تخصيصهم وتحضيرهم. واليوم الحمد لله وهران كل البرنامج تاعها مسجل، البرنامج تاعها تم إنجازه حتى قبل تنفيذ الأجال، وتم تسليم الجزء الكبير منه، إن شاء الله باقي إلا 3000 سكن عدلوا راح يتم الانتهاء من البرنامج هذا على مستوى ولاية وهران. نعم سيد رحموني، أسألك الآن أيضا عن الأقطاب الحضارية الجديدة، هل تتوفر على متطلبات الحياة من مدارس وملاعب جوارية وبالإضافة لكل ما يحتاجه المواطن؟ أكيد كنت سبق وقلت أنه يعني بالتماشي وإنجاز هذه السكنات كان يتم إنجاز التجهيزات العمومية سواء المدارس الابتدائية، المتوسطات والثانويات، كذلك المستوصفات. تم تخصيص محلات تحت وتهيئتها لاستقبال عيادات ومستوصفات، كذلك ملحقات بلدية حتى نقربوا الإدارة من المواطن وحتى لما يدخل، كذلك ملاعب جوارية، مساجد، كل الضروريات تتم له. كذلك تم بيع المحلات حتى يتمكن الخواص من فتح محلات لتلبية حاجيات المواطنين. نعم. كل هذا تم قبل الشروع في عملية الترحيل. نعم قبل، مهم أن نوفر حتى هذا المناخ المناسب طبعا للسكن اللائق والملائم الذي كنا نتحدث عنه حتى قبل لحظات. آخر سؤال وجه لك سيد رحموني، هو طبعا وفاء لما وعدنا به المشاهدين، هو تبسيط الآن الإجراءات وإيداع الملفات الذي تم بصورة رقمية حتى في مجال إيداع الطعون ودراسة الملفات.
أكيد هي دائرتنا الوزارية، يعني نتكلم على وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عمدت على رقمنة جميع الملفات وجميع الطلبات. تم فتح بوابة على مستوى الموقع الرسمي للوزارة لإيداع الملفات، سواء تعلق الأمر بسكن العموم الإيجاري، سكن الترقوي المدعم، وكذلك عديد الملفات التي كان من قبل كان المواطن يتقرب الإدارة، اليوم يمكن للمواطن يدفعها مباشرة عبر البوابة الإلكترونية. احنا امشي حتى فيه مبادرة محلية تمت على مستوى وهران، حيث تم رقمنة ملفات سكن العموم الإيجاري على مستوى الدائرة، لأنه العدد الملفات كان كبير وكبير جدا، لأنه لما نتكلم على عدد الطلبات يتجاوز 99 ألف ملف، كان يصعب علينا دراستهم بالطريقة الكلاسيكية، يعني بالملفات الورقية، لهذا عملنا منذ مدة على رقمنة هذه الملفات. تم إنشاء تطبيقية على مستوى المحلي، يعني على مستوى دائرة وهران، بسواعد وشباب جزائريين مهندسين جزائريين. هذه التطبيقية مكنتنا من دراسة الملفات، رقمنة الملفات. اليوم كل ملفات المودعة على مستوى دائرة وهران ملفات رقمية، حتى هذه التطبيقية يمكن تحتسب النقاط آليا، يعني فيه تقليص تاع التدخل البشري اللي راح يجنبنا المحاولات يعني الغير مقبولة، ولا لما يكون فيه تجنب تدخل العامل البشري راح تضفي شفافية زيادة على العملية. كذلك حتى في إعداد القائمة، لما نتكلم على إعداد قائمة تاع 5500 راح نتجنب بها كافة الإخطاء فيها. كذلك هذه التطبيقية تسمح لنا أننا نراقب الطالبي السكن بالمقارنة مع قاعدة البيانات المتواجدة عبر كافة المؤسسات اللي نطلبوا نديروا تحقيق عنهم، يعني سهلت لنا العملية بصفة كبيرة وكبيرة جدا. هذا مثال يعني بدينا فيه كتجربة على مستوى دائرة وهران وكان ساعدنا كثيرا. هذا كله يتماشى مع السياسة اللي تنتهجها الدولة الجزائرية الآن، وهي رقمنة المرفق العام، تبسيط الإجراءات الإدارية، تسهيل الإجراءات، ضمان شفافية المواطن في دراسة الملفات. اليوم درنا مقاربة جديدة، يعني منذ بداية العملية كان يتم استدعاء الناس، يعني الاستدعاءات توجه لهم إلى منازلهم، ولكن كذلك كان يتم نشرها على مستوى الصفحة الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لضمان شفافية. لما يكون فيه رفض الملفات كذلك كانت تتم كذلك تبليغه عن في المنزل تاعه، وكذلك النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أولا لضمان تبليغه، وكذلك لضمان الشفافية. حتى في نشر القوائم المستفيدين كان يتم بكافة المعلومات الشخصية زائد صورة شخصية لضمان كل شفافية وشفافية تامة على هذه العملية. والحقيقة هذه الإجراءات لاقت استحسان المواطنين وأضفت شفافية كبيرة على العملية. شكرا جزيلا لك سيد مراد رحموني، أنت رئيس دائرة